الرحيم محمود صبحي من اسكندريه، مؤسس ومنسق عام مبادره حرفتك مستقبلك. كلمني، المبادره بقى لها قد ايه والفكره جات لك ازاي؟ يعني المبادره كده يعني ان شاء الله رب العالمين كده يعني بقى لها ممكن سنه كده ولا حاجه، اكتر من سنه كمان. الفكره جات لي ان انا ايه بقعد انا يعني في الحياه المجتمعيه، بقعد مع شباب كتير وبقعد مع ناس كتير، فلقيت ان الشباب بتشتكي برضو ايه من قله الفرص العمل وكده، وفي نفس الوقت اصحاب المهن والمحلات بيشتكوا برضو من قله العماله. فجت الفكره ان انا قلت اعمل ايه مبادره لتعليم الحرف. فسالت شباب قالوا لي ما احنا رحنا كذا اكاديميات يعني لتعليم مهن يعني، ومن ضمنها الحلاقه بتاعتي ديت يعني، ودفعوا فلوس كتير بس ما استفادوش منها. يعني حتى اختبرته كده ما لقيتوش استفاد، ما استفدناش منها. فقلت فجت الفكره قلت اعمل مبادره ومجانا كمان يعني. حتى دي كانت ايه لما لقوا مجانا كمان، بعض الشباب قالوا يعني احنا ما استفدناش بالمبادره لما كانت بفلوس يعني بالاكاديميه دي، بس زي لما مجانا فالحمد لله. وقلت ابدا بنفسي في تعليم الحلاقه، لان يعني دي المهنه بتاعتي يعني اللي انا بفتخر بيها وبحبها يعني. قلت ابدا بنفسي، والحمد لله لما بدات وعلمت شباب جات لي مهن كتير برضو عاوزه تشارك معانا. بدايه اصلا انا عشان مكان برضو والعدد اللي جمعته اول حاجه 10، فمش ينفع المهم في المحل. جات لي مهن كتير برضو عاوزه تشارك معانا. بدايه اصلا انا عشان مكان برضو والعدد اللي جمعته اول حاجه 10، فمش ينفع المهم في المحل برضو وسط الناس. رحت سنتر تعليمي جنبنا بوجهله الشكر برضو استاذ محمد عبد العزيز، قلت له الفكره وكده وعاوز، فقال لي خلاص. والراجل قلت له شوف كام يعني اللي هاخد يعني احجز منك القاعه يعني وكده، قال لي خلاص ماشي ايه يعني سيب على الله ونتفقوا بعد كده يعني. فلما عرف المبادره وسال الشباب برضو ما كانش متاكد قوي يعني اللي هي مجانا ولا حاجه، فعرف الموضوع وان هو مجانا وكده، فقال لي لا انا مشارك معاك يعني. انت عارف برضو المصريين برضو حبهم لعمل الخير يعني، كله بيحب الخير، بس هم كل الناس مستنيه الدفعه الاولى بس، فالحمد لله الدفعه الاولى جت من عندي يعني. ف مهن زي ايه غير الحلاقه؟ في حاجات كتير يعني، صيانه موبايل الشباب برضو كانوا حابينها وطالبينها، في نجاره كان في مدرب معايا استاذ هاني برضو بوجه له الشكر برضو، نجاره والرسم على الخشب برضو وفن الرسم، وراجل يعني علم الشباب برضو يعني ممكن يعمل ترابيزه باقل امكانيات، يعمل برضو بالحاجات اللي برضو كانوا حابينها الشباب. وفي برضو للبنات برضو كذا حاجه، التطريز والهاند ميد واصلاح الملابس. اصلاح الملابس دي كانت برضو هم حابينها برضو، عشان كل ست بيت يعني عاوزه تصلح حاجه في الملابس عندها لاولادها وكده، فحبت تاخد المهنه ديت يعني. الاقبال بقى، كلمني عن الاقبال. الحمد لله والله العظيم يعني ايه، طبعا احنا كنا بننزل وناس الحمد لله ناس كله بيشارك، حتى بكلمه طيبه بمشاركه يعني، حتى لو مش هيشارك معانا كان بيشارك البوست عشان ينشره لو هو مش حابب يتعلم مهنه. كانت بتيجي ناس عن طريقه هو برده تشارك، لما هو يشارك البوست في مكان تاني، فجالنا ناس من كل انحاء المحافظه يعني. وانا نفسي اصلا الموضوع يستهدف كل المحافظات مش محافظه اسكندريه بس، انا بستهدف في دماغي وامنيه من امنيتي اعلم مثلا 5000 شاب، 10000 يعني امنيه ونفسي احققها يعني ان شاء الله. مش عاوز اشوف شاب مثلا يقول لك لا انا ما اشتغلتش انا خريج كذا ومش، ما هو برده كل الناس ما كل ما اتخرجوا من هنا، انا راجل برده حلاق وكل حاجه بس راجل متعلم برده ومؤهل عالي. فبقول لكل شاب انت خدت مؤهلك العالي ده حاجه كويسه وزي الفل، اشتغلت بيه كان بيها، ما اشتغلتش طب هتعمل ايه؟ هتقعد تحط ايدك على خدك؟ ما انا لو كله عمل كده. فانا قلت ابدا انا بالناس دي، عشان لا مش هحط ايدي على خدي، شايف انا ظروف البلد طبعا مش ظروف البلد بتاعتنا احنا بس، ظروف العالم كله، الحاله الاقتصاديه اللي بتمر بيها كل الدول مش مصر بس يعني. فالحاله الاقتصاديه صعبه على كل الناس، لا اشتغلت بشهادتك كان بيها، اتعلم صنع يبقى سلاح في ايدك برضو زي زمان. كان زمان الافكار دي كانت اهالينا يعني، الافكار دي مش جديده، لا اهالينا كانت بتعلمنا كده. كنا كلنا في فتره اجازه نص السنه مثلا في الاجازات كلنا نروح، او في فتره الصيف من المدارس كلنا بنتعلم صنع، كانت الاهالي هي اللي بتودي. وانا حاطط دماغي ان انا نفسي كل الناس اللي يتعلم تحديدي افتح باب الرزق لكل الناس، الرزق ده بتاع ربنا ولا هيقلل من رزقي بل هيزيده الحمد لله بركه، ودي اللي انا ملاحظها الحمد لله رب العالمين. طيب في حد من اللي اتمرنوا معاك بداوا مشروعات خاصه بيهم؟ في طبعا يعني، في اللي اتعلموا الحلقه يعني، واحد الحمد لله رب العالمين سافر، وهو كان مسافر برضه بشهادته يتعلم حاجه ثانيه، فهو تواصل معانا بعد ما سافر قال لقى الشغله باللي هو سافر بيها صعب شويه عليه، او مرتبه كان مش عاجبه يعني،
فاتجه بالمهنه اللي هو اتعلمها وهي الحلاقه. فالحمد لله رب العالمين دي فادته في سفر، هو شغال دلوقتي هناك وهو مسافر، فالحمد لله رب العالمين. وفي الحمد لله رب العالمين شاب برضو من ضمن الناس اللي اتعلموا نزلوا معايا في المحل هنا، يعني انا كمان ايه واجهت سوق العمل فاخترته، لان نادر ده شاب راجل شاب محترم، وهو يعني ايه من اكثر الناس اللي استفادت من الدوره، فالحمد لله رب العالمين موجود معايا في المحل يعني. استاذ محمود احنا بنشكرك جدا، ويعني بنتمنى لك كل التوفيق، وباذن الله المبادره تحقق نجاح كبير، وبالفعل يعني تكون في كل المحافظات. ده اللي انا بستهدفه يعني، في كل المحافظات واكبر عدد من الشباب يعني، لان احنا مش هنقعد زي ما قلنا تاني، مش هنقعد نحط ايدي على خدنا، لا لازم نتفاعل كلنا، واللي يقدر يساعد يساعد، ولا هيقلل من رزقك ولا هيقلل من اي حاجه خالص، بل هيزيدك بركه الحمد لله رب العالمين. شكر ونعمه من ربنا. شكرا استاذ ياسر، نورتينا. كريم علي سعيد، طالب في معهد عالي خدمة اجتماعية بالاسكندرية. قولي عرفت المبادرة ازاي؟ عرفتها عن طريق النت، واحد على النت برضه دخلت مشترك، واحد صاحبي مشترك معايا في القناة، مشترك معايا في الـ في الـ في, الـ في المنشورات وكده، فدخلت على النت وشفت. طيب اتعلمت ايه قولي المبادرة؟ يعني انا اتعلمت مهنه الحلاقه، وكمان انا كنت بدور الاول، يعني كنت بنزل الاول اشوف انا حابب ايه، ف يعني رحت صيانه موبايلات نجاره جربت، بس برضو ما عجبتنيش غير مهنه الحلاقه، يعني انا حبيت المهنه عشان كده اشتغلت فيها. كلمني اكتر، المبادره مجانا، اخدت وقت قد ايه لحد ما اتعلمت؟ يعني حوالي اسبوع اسبوعين على طول اتعلمت، وانا سان كده كده بدرس، فهي حاجه برده جنب الدراسه، بحيث ان ايه يعني لو ما توفقتش ان شاء الله في الشهاده بتاعتي يبقى في حاجه جنبها باذن الله.